طيب التراك ده نازل من الهاكر اللي حاول يسرق قناتي، حابب اوجه له رساله واحده بس. هتتكيف ها؟ جالي كلام من العصفوره في الحلم ان السارق التشانل في التركي بيحن على الهادي، فنشتك فنيا كبلي التراكي ده كبسه بوليس في تركيا. طب ركز في النيه، بعت لي رساله بيهدد لي فيا يا صاحبي انا 100 قطعت له الكليه لساني ده حليه بالتركي التمنيك عندي فاميليا. لما تعمل الحاجه يا ريت مش في السر، لو احنا في مدرسة هتنمر يا نير، لما نضحك للميم انت تسكت يا نير، لو هتبقى في الجيت اوريلك النم جير طايف في السما انا اسوأ يوتيوبر في صحتك ونكر ان ساعتك هتحل عالدغري لبسي انا سواجة مش صعب اغرقك بالكاشة، هتعيش في جو بتبانية سمعني فحاسس انه مات لك بيت ده مريض نفساني انا سافج وعارف ان انت من فانزي مسمع في البلد مش انت اللي كاسي يعتذر في فيديو واخد كلامي بقتل كل الهيترز واخد انا الكاس اسأل عني جوه مصر وبرا هتلاقي للفانزي بقتل كل الهيترز واخد انا الكاس اسأل عني جوه مصر وبرا هتلاقي للفانزي فجر البيت ده باللادن 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 مثل واعمل هاك في القعده ناكلك وجبه سناك اي اي بص اللي هناك هتعزمني طب اطلع من الشات خلاص الكلام لو في السيما انا بطل اي شيل العشرين ده لو ضاقر خلص انا اسمي في القمر بعد التراك ده مش هتحصل من خطر انا جندي في الجيش لو هتهزر معانا نقتلك انت ليا انا فيك هلبسك مخدر وابلغ عن نمر براتي تتشير زي سابق صوتي على البيت كوما لابا لو انا جوجي انت كابا براتا مش هنمسك اعصابك لما نمشي على شارع مان انت بتقف انت شافف مني كل كلمة مان مستر روبرت لما نمشي جوه شارع مان انت بتقف انت شايف البيت ده من توتي فشادي لو تعرف الكوش فكر البيت بلادن 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 بو ها كيفت